جمعية الشلي أو أي تاريخ ذكو بيقناد سقالي يطبنكا بيشا فبرايو سنة كان لباكون يلاباتيني كو أي أهيد مركي أي عيد مدى دولة فدرالكا الصوماليا كارهان عيدن كبوليسكا قاركا أه إيه هرمعد رساس كفرين مدوغا مشارحين تا مدحوينها الصوماليا كواس أو هركا عيي بنام بحلو قصور جيدو مدحوينها وقت قصو لماضي إيه محمد عبد الله فرماجو أرنتاس أو أي ولع كموشيين تنياش الصوماليا دولة قبل ديدي قاركا مدى دوينها الصوماليا كواس أو كوباقيا إن وضع هذا الوقت لميو رفشدها مقدشو وكوان قارك من الشعب كم قال ذكر رؤية حرنت قبل ككركار ودرين كوا ذا هضية. بلان بحي نبضت يكون بعدين سياسيين الصوماليات يا مدحدي هور الصوماليات إنه حلو أركا أرسل حي إلى هيد وحنا أمسنا إيه الصومالي هور مردي وحنا إسلام أمريكا هور إيه الصومالي أي حنا قاضي بلسة توابتي وحنا قطين أول لقى هور تجو أول داس أول أيضا يحبضين وأمريكا هور إيه الصومالي رغم سياسي صومالي حلك سوقتي وعن النبضات وتا أو مظهر النبضات كورت فكر كيف تكون عبرايا شرعيا بقول لي قف كور مظهرابه في رد السياسة اللي ديبته لكن إن قد مظهرابه يحبذ له وجود جواب ولما ضد مزوريين أو ضل كمال حكى صور نقضي كجران كنت واحد واركا دكتاتور رمى الصومالية كوب لعبتي يو واحد عن الفيلين شعب الصومالي الفيلين إن أهرين تاس تاعي كنت وحي حمر كده عايش شلي وحي صومالية كردة دولة ما دي صومالية قد يدمغادد للسواعي sababtoo ah waxay u muuqataa in aan dawladda la dhaleeli karin wax laga sheegi karin qof kasta oo dawladda ka aragtida duwana dawladda ay u qorshaysay inay disho qof kasta oo aragtida dawladda ka soo horjeeda ama dawladda mucaaradku ah dawladda maxamed abdullahi farmaajo waxay qorshaysay inay disho arinta waxa raashaa Soomaaliya inay ogaadaan waxaan odayaasha iyo dhaqanka Soomaaliga ugu baaqayaa dalku wuxuu u baahan yahay in wax laga qabto xilligan waa xilliga ismad wax qaban lahaayeen waxaan dawladda Soomaaliyeed ugu baaqayaan inay arintan faraha soo gariyaan dawladdu waxay dawlad ku tahay waa shacabkeeda shacabkeeda hadii cabburisana waxyaalo badan oo qarsoon badanaa ka soo baxaya in shacabkii sida xorta ahaa iyo aan wax dhibaato wadin arintooda ku cabirayay in xabad waxa weeye afka laga geliyo waxay u muuqataa arrin fool xumo ah dawladdana caqabad ku noqon karta inay dawladnimada waxa weeye si maamusho runtii waxaan aad uga xumahay wixii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo runtii dhigi karo mas-uuliyadeeda waxaa iska leh cidii markaa dalka u sarreysa waxaan runtii ku baaqayaa musharaxiinta haddii aan lahayd iyo dawladda haddii aan lahayd in la isxakameeyo in laga shaqeeyo nabadgelyada dalkan meel dheer baa laga keenay إن شاء الله وحنا جينا يا إن مشرحين تو حسن على خير يرجع كل شيء مشرحين تو مسؤولين إسك سهران سيدي ودنا كامل جي سلا إلى الله لها وحوي مدى حوينا أنا وقعد سرنا تمس وحنا جعل الله إن ده معنا وحوي لو هذا حلو أو هذا الحلو قدر ما يحبده حمد تتو على دول يرجع بشوك قرنه